طيب جميل جدا، فاسمحوا لي كده ان انا مثلا اعمل ليف هنا، تعالوا هنا نجرب نعمل ليف ونمشي من الجلسة دي خالص. انا كادمن غادرت الجلسة، بس هنا الفكرة ان الكواليتي بتاعها كان كويس للأمانة، والفيدباك بتاعي كله تمام، يعني اقدر ادي فيدباك هنا برضو، بيديك انك يحصل فيدباك منك. طبعا هنا دي الجلسة اقدر اجوين تاني، يعني ما هي الفكرة ان هي فيها الزملاء اللي انا مدخلهم فيها. طبعا تمام، انا مش عايز الغيها من بره بره، هم برضو دي جلسة خلاص، ما انا ما عملتهاش سكيدول، انا فاتحها كده ما عملتهاش بتاريخ ووقت محدد. خد بالك لما هو جاب لي السكيدول انا رفضت، لا انا شغلتها في المطلق، عملت ميتنج على طول، ما عملتش سكيدول ميتنج. هنا في السكيدول يقول لك ايه ميعاد البداية والنهاية، انا ما عملتش كده، انا عملت جلسة مفتوحة. ماشي الكلام؟ اوكي، فدي عندنا موجودة هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، وشغالة شغالة شغالة. طبعا انا اقدر بما ان دي الجنرال، ما دي الجنرال بتاعتي، ف بقدر بقى اتعامل امانج الشانل دي، امانج. انا طبعا مش عايز ابوظ الدنيا دلوقتي، عشان انا ما زلت في حاجة في الشغل بتاعنا، شغالين مع بعض بنشوف التعليقات، يعني لو الدكتور ايناس تكتب لنا تعليق جوه الجلسة وانا بره الجلسة بشوفه من هنا، الناس اللي كاتبين اي حاجة في اي وقت بشوف الكلام هنا، الريبلاي بيجي لي هنا، فانا من بره الجلسة شايف كل حاجة. ها الدكتورة هي كتبت لي جوه الجلسة، هو قال يا سلام، دكتور احمد قال يا سلام، وانا مش في الجلسة اسام معاهم، انا دلوقتي اعمل ادخل جوين اقول له يا سلام على ايه يا دكتور احمد. فالدنيا ايه، فالدنيا شغالة، فانت متابع وانت مش جوه، هم مش معاهم، انت مش شايفهم. تمام، فحتى الريكوردنج بقى انا مره في برضه دكتور احمد شغال بهو بهو جوه الجلسه، انا عارف بيعمل ايه في الجلسه وانا مش في الجلسه. فده ميزات برضه او مزايا اضافيه للشغل بتاعنا. ماشي الكلام. طبعا نقفل الشات دوت. هنا بقى طبعا دي الجلسه بتاعتنا كلها بصفه عامه، يعني انا ممكن اخرج بقى بره التيم، ممكن اديليت، ممكن اظبط الدنيا، كل ده جلسه الاسبوع الخامس. طبعا انا ما عملت لهاش ديليت، تمام، ما عملتش حاجه، انا سايب الناس، انا ما جدولتش جلسه، انا سايب الجلسه مفتوحه. تمام، فتقدر تعمل لها عمليه مانج، تشوف انا همانج ازاي جلسه الاسبوع الخامس دوت. طبعا ده الاونر بتاعها عبد الرحمن سالم، ممكن اضيف اونر دي ما علينا، الجنرال جاست ناو شغاله بالشكل اللي انت شايفه ده، تقدر تشوف الوضع بتاعها anyone. انا ممكن بقى ابدا اغير فيها وهي شغاله، اغير البرميشن نفسها وهي شغاله، مش anyone يقدر يبوست. تمام، اونلي اونر، يعني انا بقى عايز اعرف انا دلوقتي لما انا اغير فور يوزر بس اللي فيها، لا فور يوزر ماشي ماشي ماشي، لما نشوف بس انا هرجع اشوف هنا، بس انا عايز الناس تحاول، انا المفروض غيرت يعني، بس مش عارف انا الناس اللي جوه المفروض في 14 رد. الدكتور احمد كده لو كتب لنا حاجه جديده، اهو كتب اهو، بس انا المفروض انا غيرت، خليت بس البرميشن للادمن بس، يمكن ما يعني مش كل دي في المانج شانل، الاونلي اونرز كان بوست مسج، فبرضه ديت برضه ممكن ما اتفعلتش عشان دي جوه جلسه متزامنه، وانا كان المفروض اظبط من جوه الجلسه بقى، يعني اظبط اكتر من جوه الجلسه. طبعا دي تعامل مع شات، دي مش تعامل مع كله يعني. المهم بنقدر نتعامل زي ما احنا عايزين. جلسه الاسبوع الخامس عشر، طب تخيل كده لو انا عملت ديليت وانا متفاهم ان انا هقلب الدنيا كده، فانا بعمل ديليت لدي مثلا جلسه الاسبوع اللي هو الناس لسه جوه بقى، يعني انا عايز اعرف الناس بقى، ما انا مش شايفكم بقى، انا لغيتكم، المفروض انا هنا يعني خلاص، ما انا عملت حذف، انا حذفت يا دكتور عم. فمش عارف بقى انتوا خرجتوا كلكم، يبقى انا جمعت الناس وخرجتهم، جمعت الناس وخرجتهم
ماشي، والامور مشيت معايا وزي الفل. طبعا جوه التيمز هنا برضو في نظام كولز، يعني ممكن تبقى لمجتمع معين كده، ولكن انا بصراحه ما استخدمتش الكولز، استخدمت الكليندر. ده مهمه جدا الكليندر، والكليندر مرتبط خد بالك برضو هنا بادوات تانية اللي هي فين الابليكيشنز كلها، هنا مرتبطة عندك برضو لما تظهر الابليكيشن كلها تلاقي هنا في كليندر وفي بوكينج، دول مرتبطين برضو ببعض بشكل كبير جدا. تمام، هو يا دكتور علاء كلهم خرجوا من التيمز، من التيمز، ولكن انتوا زي ما انتم معايا في الفصول الافتراضية بلاك بورد الترا، يعني التيمز المجموعة الاولى خرجت. تمام، هم خرجوا يعني، انا نفسي لغيتها، فمش عارف هي ايه، ما فيش حد في رسائل تانية، اخر رسالة هي والدنيا وقفت، وانا حذفت الدنيا وهو مسجل لي الدنيا، بس مش عارف هنا جوين، انا المفروض انا حذفتها ولا هي جوين بيا تاني، ما انا حذفها والله العظيم، اعمل كونكتنج الناس جوه اهو. اخرجكم بقى انا بقى بطريقتي بقى، يعني مثلا الدكتورة نهى ريموف فروم ميتنج، معلش يا دكتور نهى انا اسف، انا هجرب، بس انا بجرب، فانا باجي اعمل ريموف كده للدكتوره نهى، اعمل ريموف للدكتوره ايناس، ماشي، ما فاضل معايا، هو في ناس خرجت وناس ما خرجتش، هعمل هنا ميتنج جيست، اعمل ريموف، ماشي الكلام دكتور صالح، الكلام مش باين، فانا هنا بقدر اعمل ريموف اهو للناس، فانا كده مفيش حد في الجلسه، ماشي الكلام، فحد يقدر يدخل الجلسه تاني؟ معلش بقى، ما انا حذفها، فحد كده يقدر يدخل الجلسه دي تاني؟ نشوف كده. هي جلسه الاسبوع الخامس، ما موجوده. انا هشوف يا دكتور دلوقتي اهو معاك اهو، انا هنا، انا المفروض انا لغيتها، بس انا الفكره ان انا باين عليا ما لغيتهاش ولا ايه، ديليتها ان ايرور، هو بس معاكسني دلوقتي بلغي، ما هو كده الناس عماله تدخل، ما هي ما اتلغتش بقى يا دكتوره، دكتوره نوها هي ما اتلغتش، يعني خرجتكم وما اتلغتش، تمام، فانا هاجي من فوق هنا برضو نشوف البرميشن اللي عندكم برضو، ما انا خرجت، بس هي الجلسه يا دكتور احمد موجوده، لما انا اخرج بقى هتتلغى، بس انا هنا عندي الدكتور صالح هرفض انه يدخل، ابو صباح هنا ليفينج اهو، ليفينج، بس ما حدش يدخل بقى دلوقتي، ماشي، هو ليفينج، المفروض ما فيش حد دلوقتي وانا اغادر، بس كده المفروض كده انا الغي بقى، الغي من التيمز هنا، بس ما حدش بقى ايه جوه، تمام، هنا يو ار لاست اونر، ماشي خلاص، وهنا انا خلاص ليف تيمز اهو، بيقول يو ار ذا لاست اونر في الجلسه ديت، يو هاز ذا لاست وان، ماشي خلاص انا لاست وان، وانا مفيش اداة كلها هنا ليف، وادي ديليت خالص انا مش عايزها يا عم، انا بقول لك ديليت، فهي بس في كوربتد، في حاجه كده، هي اتحذفت من عندكم يا دكتور صالح، اتفضل المايك معاك يا دكتور صالح، شغال ولا واقف؟ بريزنتر يشتغل كده يا دكتور صالح؟ مرحبا دكتور، حياك الله، يا هلا والله، مساء النور، الله يسعدك. اذا رجعت للاجتماع جنب خيار ليف الخروج في سهم صغير، اذا ضغطت عليه اذا رجعت للاجتماع، لا ارجع للاجتماع يا دكتور، نفس الاجتماع نفسه المفتوح، نفس البث، يعني ارجع للاجتماع نفسه، افتح الاجتماع مره ثانيه، الله لا يهينك، اللي هو هنا ده،
اي نعم، اذا ضغطت الاجتماع كانك تبغى تبدا الاجتماع من جديد يعني، هو اظنه مفتوح عندك. كده هضطر اكريت، بيتهيألي هو كده خلاص لا شوفوا كده مفتوح قفل. دكتور، فوق مفتوح يا دكتور، شوفوا يمين جنب الواتساب مباشره او هذا البلاك بورد. في سهم بجنب ليف مباشره، اذا ضغطته يطلع لك خيار انهاء على الجميع، فتنهي تمام، يخرج الجميع مره واحده. ممتاز ممتاز، شكرا. تسلم يا دكتور. هو هنا في جوين برضو، ممكن انا اكريت يعني ميتنج جديد او جوين، واجوين هنا. طبعا هو هنا يعتبر ما فيش حد، نعم شوفها يمين تمام. يا دكتور، يمين في هو الصفحة عندك السهم، السهم، لا لا السهم يا دكتور بجنب ليف مباشرة. جنب ليه؟ ما هنا، ما هو انا ده ما بي... اضغط على السهم يطلع لك لا إلغاء على الجميع. هو للاسف الشاشه عندي مش بتطلع لي بقيه الحاجه. استنى بس اصغر او اكبر، عشان للاسف يعني ما بيجيبلناش حاجه فوق، بيجيبها لي فوق. اي هي موجودة عم فوق عندك. هي موجوده، هي موجوده بس ما بتظهر لناش هنا، علشان الشاشه بتاعتنا ممكن ممكن. كده دكتور تبان شوية أهم. بس اضطريت شكرا. أكبر الزوم ل 100، 150%. اند ميت الان، تنهي الميتنج، تنهي الاجتماع هي بدون. للأسف ما كانتش ظاهرة لنا ليه يا دكتور، علشان صح. الريزولوشن بس. صحيح، بارك الله، شكرا. كان لازم 150 علشان تيجي يعني. تمام، تسلم يا دكتور صالح. هي فعلا اضافات الزملاء واللي بيستخدموا من الحاجات دي باستمرار، وبيستخدموا الخطط البديله في الزوم والتيمز والبلاك بورد والبليت الترا، الثلاثه بسم الله ما شاء الله، يعني الثلاثه في تكامل. واضافه الدكتور هنا يعني بسم الله ما شاء الله برضو خلانا ناخد بالنا من جزئيه الريزولوشن، ان احنا كل ده في ادوات مش ظاهره عندنا، بسبب ان 100% لازم كنت خليتها 150% عشان بعض الادوات اللي كانت خفيه عندي ان هي تظهر يعني. فكده عمل اند نهائي، ولكن ناخد بالنا ان بقى ايه الريزولوشن ممكن يسبب لك حاجه تظهر، حاجه تختفي، الامور دي كلها ناخد بالنا منها.